مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. كلنا واحد حلمنا واحد، مع بعضنا كلنا ناجحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب مدرسة حسام الدين الصف الأول الابتدائي، معكم إسراء محمد معلمة اللغة العربية. أنا مبسوطة جدا من تفاعلكم مع الفيديو اللي فات وحلكم للواجب، وأشكر أولياء الأمور على التواصل وعلى التعليقات. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي. النهاردة هناخد درس جديد، وقبل أما ناخد درسنا هنراجع على ضمائر المتكلم. كنا واخدين قبل كده أن ضمائر المتكلم أنا ونحن. أنا للمفرد لما أجي أتكلم عن نفسي، أما أقول أنا ضابط، أنا طبيب، أنا ولد، أنا بنت. طيب ونحن بنستخدمها لما بأتكلم ونبقى مجموعة بنتكلم عن نفسنا، نحن أطباء، نحن بنات، نحن أولاد. طيب درسنا النهاردة اسمه ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب أنت وأنت. أنت لما أكلم ولد قدامي هقول له أنت ولد، أنت مهذب، أنت طبيب. طيب أنت للمفرد المؤنث، أنت بنت، أنت طبيبة، أنت مجتهدة. طب يلا بينا نقرأ أهداف درسنا النهاردة. أول حاجة درسي عايز مني كطالب أميز ضميري المخاطبة أنت وأنت، أرتب الكلمات لأكون جملا مفيدة، أستخدم أنا ونحن وأنت وأنت، أحول الأصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة. يلا بينا نفتح مع بعض كتاب المدرسة على أنت وأنت. نشاط واحد، لاحظ وصل. أول حاجة صورة شجرة، ينفع أن أنا أكلم شجرة وأقول لها أنت؟ خطأ. لما أستخدم أنت وأنت ضمائر المخاطبة بكلم حد عاقل، يبقى ما ينفعش أكلم الشجرة. طيب عندي ولد، ده عاقل، هقول له أنت ولا أنت؟ هقول له أنت ولد. يلا نوصل مع بعض يا سنة أولى، أحسنتم. طيب عندي بنت، هكلمها هستخدم أنت ولا أنت؟ هستخدم أنت، أحسنتم. طيب أسد، إحنا لسه متفقين إن أنت وأنت بتستخدم مع العاقل والأسد غير عاقل. طيب نشاط اتنين، عبر عن الضمير بصورة مناسبة. أنت يبقى هنرسم ولد، طبيب، مهندس، أحسنتم. أنت هرسم طبيبة، معلمة، بنت. يلا نرسم مع بعض يا سنة أولى. طيب بعد كده نشاط تلاتة بيقول لك رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. ولد، أنت، مفكر. هنرتب، هنجيب الأول ضمير المخاطب أنت. طيب وبعد كده ولد، بعد كده مفكر، يبقى الجملة عندنا أنت ولد مفكر. طيب متعاونة، أنت فتاة. هنرتبها أنت فتاة متعاونة، أحسنتم. بعد كده عندنا نشاط أربعة، حول الجملة التالية كما في المثال. أنا أعبر عن نفسي، أنت تعبري عن نفسك، أو أنت تعبر عن نفسك. طيب أنا أحترم الجميع، هقول أنت أحترم ولا أنت تحترم؟ أنت تحترم الجميع، أحسنتم يا سنة أولى. طيب بعد كده نشاط خمسة بيقول لك عبر لصديقك عن امتنانك له مستخدما أنت وأنت. طب يلا نفكر مع بعض كده، هنكتب جمل إيه وهنستخدم أنت وأنت، وممكن كمان نستخدم أنا ونحن زي ما عندنا كده يا سنة أولى. أنت صديق وفي، أنت صديقة مخلصة، نحن أصدقاء، أنا أشكرك جزيل الشكر. بعد كده نشاط ستة بيقول لك عبر عن الصورة بجمل مفيدة مستخدما أنا ونحن وأنت وأنت. عندنا الصورة اهي،
اللي كنا واخدينها في قصة كنا نمزح. يلا نعبر مستخدمين انا ونحن وانت وانتي. انتي اخذت الدمية مني. انتي لم تعجبك اللعبة. انا كنت غاضبة. نحن نريد ان نصافح الدمية. يلا مع بعض يا سنة اولى نفتح انشطة اوراق العمل. نشاط واحد، صل انت وانتي بالصورة المناسبة لها مما يلي. انتي هنوصلها بالولد ولا بالبنت؟ انتي هنوصلها بالبنت. طيب وانت؟ هنوصلها بالولد. طيب بعد كده نشاط اتنين، اكمل النقط بكلمة مما بين القوسين. انت وانتي، تلميذ نشيط. انت ولا انتي؟ احسنتم، انت تلميذ نشيط. طيب اب كريم، انت ولا انتي؟ احسنتم، انت اب كريم. طيب ام حنونة، سمعكوا يا سنة اولى، انت ام حنونة. طيب معلمة مجتهدة، بارك الله فيك، انت معلمة مجتهدة. وبكده يا سنة اولى نكون خلصنا درسنا النهاردة، ضمائر المخاطب انت وانت، ورجعنا على ضمائر المتكلم انا ونحن. وهستناكوا تعملوا الواجب وتبعتوا على الخاص لو في اي استفسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي النهاية أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الاستفادة المرجوة واستمتعتم معنا. وطبعا عارفين أن التواصل مبدأ من مبادئ مدرسة حسام الدين، فأرجو أن تتواصلوا معي وترسلوا لي التعليقات على موقع المدرسة أو على الخاص. وما تنسوش حل الواجب. كانت معكم أستاذة إسراء محمد معلمة اللغة العربية بمدرسة حسام الدين.